عزيزي المشاهد، برحب بيك تلميذ في مدرسة المسيح، تلميذ لأعظم معلم علمنا بحياته وبكلامه، وبيدعوك أنك تكون له تلميذ. تلميذ مش معناه مجرد تفهم عشان تجاوب على الأسئلة، لكن تلميذ معناه تدرك وتختبر وتعيش الحياة التي عاشها المسيح، تسمح له أنه هو يعيش فيك. وعشان تقدر تعمل كده أنت محتاج لمجموعة، مجموعة زي المجموعة اللي المسيح صنعها، مجموعة من كنيستك، من المؤمنين اللي حواليك، تجتمعوا مع بعض، تسمعوا مع بعض، تصلوا مع بعض، تشجعوا بعض أنك تطبقوا الحياة ديت وتكون اختبار حقيقي لكل واحد فيكم. صلاتي أن ده يتحقق معاك. أمين. برحب بيك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من مدرسة المسيح. الدعوة دي بنجددها في كل مرة بنلتقي مع بعض، ونؤكد مرة تانية رغبة المسيح أن تكون له تلميذ. يا ترى دي رغبتك الشخصية ولا لا؟ تلميذ للمسيح مش لأي حد تاني، تلميذ لشخص حي علمنا بحياته وبكلماته كيف نعيش أروع ما يكون، أروع ما يكون. لم يأتي أحد مثله، لم يعيش أحد مثله، لم يتكلم أحد مثله. ده شرف لي وليك أن تتلمذ عند أقدام المسيح. في رحلتنا ديت عبر معرفة المسيح والتعلم منه، اتكلمنا عن حاجات كتيرة قوي، من معرفة الله ومعرفة الإنسان، شخصية المسيح، الروح القدس، الموت والقيامة مع المسيح، مبادئ العلاقة معه. وفي رحلة طويلة جدا عبر حلقات طويلة بنتكلم عن ممارسة العلاقة الشخصية، لأن الهدف في الآخر من كل اللي فات ده أن يكون لنا شركة مع الله، أني أستمتع بربنا أبويا وصحبي وأعز الناس إلي، أني أراه ويراني، أكلمه ويكلمني. هو ده الهدف في الآخر، استعادة العلاقة والشركة بيني وبين الله. وده الموضوع اللي احنا مسمينه الخلوة. عشان كده دي رحلة طويلة قوي، مفيش باب هيبقى قد الباب دوت، لأن في الآخر ده القصد، أن ربنا يمتعني بهذا الامتياز أن نكون له أولاد وبنات. فتكلمنا عن الصلاة بوجه عام وقراية الكتاب بوجه عام، وبعدين خصصنا أربع أبواب رئيسية في الصلاة. فتكلمنا عن التسبيح، تكلمنا عن الشكر، وبعدين دلوقتي بنتكلم عن نقاء القلب. صعبة صعبة، بنتكلم جد، بس ده التغيير اللي بحقه حقيقي. ده تعرفون الحق والحق يحرر يغيرك. لما تعرف الحقيقة تضطر تاخد مواقف تقلب حياتك ولا تعود كما كنت. ودي واحدة من الحاجات، الشكر واحدة من الحاجات اللي لو تعلمتها لن تعود كما كنت، مش كده؟ نقاء القلب لو مارسته لن تعود كما كنت، الحياة تتغير بمعرفة الحق اللي علمه لنا المسيح. اتكلمنا ايه هو القلب النقي، اتكلمنا ايه اهمية القلب النقي، وان دي دعوة مخلصة لخيري، زي ما الشكر لخيري، زي ما التسبيح لخيري. ربنا بيحبني، ما بيطلبش مني حاجة مني عشانه، بيطلبها دايما عشاني، عشاني، لخيرك، لخيرك، انا بحبك، انا مش محتاج لك، انا بحبك. وده روعة العلاقة مع ربنا، ان ربنا بيحبني مش محتاجني، ففي صفاء من ناحيته، انا بحبه ومحتاج له بس هو من ناحيته صافي، بيحبني بس، بيحبني بس لنفسي بس. وده جمال الوجهة الإلهية في العلاقة معه. وقفنا قفلنا على رقبيكو الحلقة اللي فاتت وعلى صوابعكم، بعد ما تكلمنا عن احتمالات الخطية المحتفظ بها بيني بربنا، وقلنا ثلاث احتمالات: الله مش المحبة الأولى، آلهة غريبة في حياتي، في حاجة ربنا طلبها مني إيجابية وأنا مش عجباني، في حاجة مش مظبوطة في حياتي وربنا بيقول لي سيبها وأنا متمسك بيها. دول الثلاث احتمالات في علاقتي مع ربنا. في علاقتي مع الناس أمور أكثر تعقيدا بقى. ليه؟ لأن دخلنا في ثلاث حاجات صعبين وإحنا بنعملهم كتير وتعودنا عليها وبقت جزء من حياتنا. والحقيقة أن كل ما هو بيني وبين الناس من حواجز هو بيني وبين الرب، ده حاجة تخضني، بس دي الحقيقة وده اللي حاصل. وعشان كده أنا بدخل محضر الله مش بلاقيه، مش لأنه مش موجود، لأن قلبي مش نقي، ما عملتش دوري، ما عملتش الهومورك بتاعي، ما نظفتش الإزاز بتاعي، فأنا مش شايف،
فأنا مش شايف. اتجاه الناس قلنا ثلاث احتمالات ذكرهم المسيح في الموعظة على الجبل. الأولاني إن أخطأت في حق حد ما رجعتش اللي عليك. أنت ذكرت أن لأخيك شيئا عليك. اتنين، إن أخوك غلط في حقك وأنت ما سمحتوش. إن غفرتم للناس تختبروا غفران الله لكم وتستمتعوا بالشركة معه. إن لم تغفروا للناس الحاجز اللي بينك وبين أخوك هيفضل بينك وبين مين؟ بينك وبين ربنا. الاحتمال الثالث إنك بتدين الآخر، بتصدر أحكام عن الناس في قلبك. ومن أنت حتى تدين عبد غيرك؟ لا تدينه لكي لا تدينه. بتدين الآخرين بتحط نفسك تحت الدينونة، بترحم الآخرين بتحط نفسك تحت الرحمة الإلهية. وابتدينا عاصفة من الأسئلة واضطرينا نوقفها. الحلقة دي أسئلة، في الحلقة دي أسئلة، ما حدش بعد كده يقول بقى ما كانش عندي ايه فرصة، بس مش عمال على بطال، عايزين نسأل أسئلة في المليان عشان نغطي الموضوع ده. الحلقة اللي جاية هنتكلم ازاي عمليا. سامحني لو سؤالك في العملي هنقول استنى علينا الحلقة الجاية، استنى علينا الحلقة الجاية عشان نستفاد انه الست احتمالات دول المفهوم بتاعها واضح ومقنع. ازاي نعملهم هنقولهم الحلقة اللي جاي. دول فتخدنا الناحية دي، الناحية الشرقية. المرة دي نبتدي بالناحية الغربية، مش عارف انه شرق وغرب، لكن نبتدي بالناحية دي المرة دي، وبعدين في وقت هنرجع لكم الحلقة كاملة مخصصة للأسئلة. دلوقتي لو انا اول مرة اسمع موضوع رد المسلوب ده، اول مرة، لا لو يعني لو افترض، هل انا مطالبة ان انا ارد المسلوب عن كل اللي فات ولا مجرد ابتدي بداية جديدة؟ لا لا مش قصدي، يعني قصدي لو مثلا حصلت حاجة قريب مثلا، فهل انا لازم ارد المسلوب للحد ده ولا ابتدي مجرد بداية من جديدة من النهاردة؟ هنبتدي على نضيف قصدك صح كده، وانسى اللي فات. اللي فات ايه؟ مات صح؟ يعني هو ده سؤال. ولو كان في عربية متاخدة لزالت دلوقتي معاك نكمل بيها؟ لو كان في فلوس متاخدة نكمل بيها؟ طب ما يمكن حاجات، يعني ممكن المسلوب ده ما يكونش حاجة كبيرة لا يعني مش قصدي مش لازم تكون حاجة كبيرة كده. ممكن أكون مثلا كدبت على حد، ممكن أكون قلت على حد مثلا كلمة مش كويسة. فهل أنا مطالبة أنه لو أنا أول مرة أسمع الكلام ده، هل أنا مطالبة أن أنا أرد المسلوب رد ده؟ إيه على اللي فات مثلا، أو حاجة حصلت ولا قريب ولا من النهاردة؟ ولا سؤال من النهاردة. جميل جدا، سؤال جميل جدا، هنتعرض لي الحلقة الجاية بس عايز أرد عليه، مش عايز أأجله. في الحلقة اللي جاية هنتكلم عن فكرة حرف القلب، إن ربنا يقول لي إيه اللي جوايا غلط، فده هيرد عليك، فهيقولك على حاجات فات عليها 10 سنين بس مش كل حاجة، وهيقولك على حاجات أكيد حصلت امبارح وأول. فمش هنبتدي من هنا ابدا، بنبتدي دايما من ورا شويه، لان اللي انا محتفظ بيه من ورا عامل ايه دلوقتي؟ عامل عتامه صح، عامل عتامه. احنا عايزين ننظف اللي دلوقتي وبعدين ننظف اول باول، كويس؟ بس في حاجات دلوقتي عامله عتامه ولا لا؟ مظبوط. فلازم ننظف اللي موجود دلوقتي. اللي موجود دلوقتي حصل امتى؟ حصل في الزمن اللي فات. اكيد مش هننظف كله، لان في ناس ماتت وفي ناس، يعني في حاجات كتيره ما تتنظفش، بس كل ما هو قابل للتنظيف في الماضي يا ريت اعمل ايه؟ انظفه. مين هيقول لي؟ هو. انا جاوبت؟ اتفضلي. طب احنا قلنا انه انقياء القلب هم اللي بيشوفوا ربنا، ولازم عشان اكون نقي لازم اكون بعمل الحاجات دي. طب لا، يعني لا، مش عشان اكون نقي اعمل الحاجات ديت. الحاجات ديت مش محتاجه نقاء قلب، محتاجه حمام. يعني انا لو رحت وقلت له انا عايز اعرف مين مين الحد اللي المفروض ارد له المسلوب ده، هو هيرد عليا؟ بوضوح وشديد، لانه عايز الحكايه ديت. فكرني بمواقف مثلا؟ اكيد هتشوفي العجب. اوكي، ترعبتي اكتر. سؤال جميل جدا، اشكرك. ايه الحلاوه دي؟ اتفضل. هو انا عاوز اسال بس عن اتجاه الناس. اتجاه الناس النقطه رقم 2. أيوة. لو حد اخطا في حقي انا المفروض اسامحه. فانا سامحته.
فالحد ده مقرر يخطب برضك في حقي. فمصمم يفضل يجيب في حاجات سلبية ويفضل يزبطني يعني. فانا سامحته. حلو زبطني دي روشانة كويس. مزبوط. فكل ما سامحه هو برضك نفس الطريقة. نعمل ايه؟ اعمل نقطة رقم ثلاثة. ليه بقى؟ ادينه. ده ادينه بقى. يعني فعكها خالص. مش كده. ما هو لو انا سكت له بعدين بعمل واحد اروح مديهم له. ما لو سكت هيتقال عليا ان انا مش عارف اخد حقي ومش عارف اخد نفسي اخد وضعي جوه الناس وجوه. فهو فاضل يغلط فيا ومش عارف اخد وضعي. فنعمل له ايه؟ نعمل له ايه؟ طيب ده سؤال كويس قوي. هو غلط في حقي انا سامحته. انا الغفران ده بنضف ناحيتي صح؟ بطلت انضف. مين اللي هيتأذي؟ انا. في فرق ما بين اني انا اغفر، في فرق ما بين اني انا هعمل ايه مع الشخص. ده موضوعين غير بعض. هو عدم الغفران بيخلي الشخص ده يبطل يغلط؟ رد عليا. انا ما سامحتوش هيبطل يغلط؟ لا. انا بقيت في عداوه معاه، اخطاءه هتزيد ولا تقل؟ بس انا سامحته. ايوه. انا بقول غفراني بيخلي اخطائه تزيد ولا عدم غفراني بتخلي اخطائه تزيد؟ طيب فالمبدا اللي انت قلته عشان ما نسامحش مش مظبوط. اني انا اسامحه ده انا بستفاد، انا مستفيد. اني اعمل ايه عشان يبطل يكمل اللي بيغلط ده موضوع تاني. دي الحكمه. قد تكون الحكمه نروح اواجهه اقول له انت بتعمل كده ليه؟ انت بتعمل كده ليه؟ مش كده بيقول الكتاب ان اخطا اليك اخوك فاذهب وعاتبه. انا من حقي اعاتب اللي بيغلط في حقي بس اروح له وانا مسامحه، لان وانا مسامحه العتاب يجيب نتيجه، وانا مش مسامحه العتاب يتحول الى ايه؟ خناقه ويغلط اكتر. فلو انا عايز اعمل الصح، الصح ان جوايا بسامحه وبين هعمل ايه في اللي هو بيعمله. ده هيتوقف على هو مين. لو ده والدي غير ده، لو صاحبي غير ده، لو زميلي في الشغل غير لو ده جاري. هعمل ايه مع الشخص عشان اتفادى الاخطاء؟ فاهمني؟ فاكرين ما كنت بعمل الحكايه دي؟ واحد بيضربني فاهم، فطخ طخ، بعد كده انا فاهم انه بيضربني فبعمل ايه؟ بتعلم بقى، بروح العب جودو عشان اتعلم اني اعمل ايه، اتفادى الضرب مش عشان اضربه. فالحكمه اني اقلل الخطر اللي بياتي عليا. ده موضوع تاني. عشان كده الكتاب بيتكلم كونوا حكماء وبسطاء. ليه ما قالش كونوا بسطاء بس؟ لان بسطاء بس هنتاكل، حكماء بس هنبقى داهيه. انا عايز احتفظ بالاثنين. الحكمه في اني انت ما تدمرنيش، البساطه في التعامل مع الاخرين. فمن نحو الدفاع اكون حكيم، من نحو الهجوم اكون حمامه. خدت بالكم؟ في الدفاع اكون تعبان. ليه قال حكماء كالحيات؟ لان الحيه صعب قوي تمسكها، لانها بتعمل ايه؟ بتمشي بعكسها، فما بتديكش ابدا ظهرها، تروح ماشيه لورا وتفضل شايفه. ففي الدفاع اكون حكيم، في الهجوم اكون حمامه ما بتاذيش. فانا موافقك انك ما تبقاش ملطشه، بس اللي هيساعدك انك ما تبقاش ملطشه انك تغفر الاول، تنظف ناحيتك وتستمر تنظف على طول اول باول، لان ده بيخليك شايف ازاي تتفادى اخطاء الاخرين بدون ما تتكون في قلبك مراره وحقد يدمروك انت. انا واضح؟ طب انا برضك رحت عاتبته وهو ما سمعش. كويس. طبعا العتاب ده ليه درجات. مش كده قال العتاب؟ اذا عاتبت اخوك، اخوك في الايمان، وما قبلش خد اتنين، ما قبلش خد الكنيسه، ما قبلش ليكن عندك كالوثني والعشار. يعني خلاص احبه من بعيد. طب نجيلك، بس فهمتني قصدي الحته ديت؟ فالكتاب قال لنا نعمل ايه؟ احنا بس مش واخدين بالنا من الكتاب. الكتاب قال لنا نعمل ايه؟ وقال لنا الدرجات المختلفه، وقال لنا لما توصل للاخر وما فيش فايده تعمل ايه برضه؟ مش سابنا كده تاهين. طب هنعمل ايه؟ لا، في اجابه. احتفظي بسؤالك، هنجيلك. انا عايز اسال سؤال في الجزء الثالث، ان هو دينونة. يعني لو انا مش هدين حد مش يعني مش هيبقى ليا اصحاب. يعني انه
انا بالنسبه لي في المفهوم نفسه الدينونه بالحكم ان انا بحكم على حد. صح، مش دينونة انا بحكم على حد. طيب وبنفذ. اوكي، انا مثلا واحد جيت عاف عليا حسيت انه دمه تقيل، هل كده انا معناه ما عرفوش بس انا يعني دمه تقيل، او مثلا انا اعرفه وعمل كذا موقف فانا ما مش متقبله. لو انا ما دينتش هتبقى كل الناس اصحابي، بمعنى ان انا هقابل كل الناس وكل الناس انا بعملها بطيبه او يعني قابلهم كلهم ما عنديش مشكله مع حد، فكل الناس هتبقى اصحابي، وده مش واقعي. ده مش واقعي يعني ومش منطقي. شكرا. سؤال جميل جدا 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 جدا. لازم ادين عشان يبقى عندي اصحاب، لو ما ادنتش هيبقى كل الناس اصحابي وده مش واقعي، صح كده؟ يعني ما انا بسطتها، صح كده؟ انا قلت اللي انت قلته ولا اتبليت عليك؟ لا سمح الله، انا قلت اللي انت قلته. ليه لازم ادين عشان يبقى ليا اصحاب؟ واحد جاء اتعامل معايا مرتحتش، ليه لازم اقول انا مرتحتش؟ لانه دمه تقيل، كذاب، منافق، بيمثل. ليه لازم ادين عشان ما يبقاش صاحبي؟ ما انا ممكن اقول الشخص ده مش مرتاح يبقى صاحبي. ليه؟ مش عايز اعرف ليه، مش هقول له روحي ليه، ولا هقول لحد ليه خالص. ده منطقي جدا. اكتر حاجة تعبت فيها مع نفسي في الدروس الستة دول كانت دي، لان احنا تعودنا واحنا صغيرين اننا ابقى حدق وبفهم الناس وبفهمها وهي ايه؟ طايرة. ونروح البيت في اللي بعد ما قابلنا اصحابنا وقابلنا الناس، انا واخواتي بقى نوع نقول ايه؟ تقييم عام، صح؟ خدت بالك فلان عمل ايه؟ كان بمنظر قوي، صح كده؟ كان في بنت هناك بيحاول، خدت بالك؟ وهي كمان يعني، خدت بالك؟ طيب فاتعودنا من واحنا صغيرين اننا نقيم الناس عملت ايه وليه. خلي بالك من ايه وليه، دي الدينونة. عمل كده عشان كده، بيتمنظر، بيتفزلك. وناخد مواقف من الناس نتيجة حكمنا عليهم. انا شغال ايه دلوقتي كده؟ معلق رياضي، ها؟ يا ريت. انا شغال حكم، عمال اقسم الناس وبصدر احكام عليهم. ده يريحني انا في حاجه؟ ده يديني راحه؟ طب الناس هتعمل فيها كده جواها، صح؟ وحد عارف ان بيعملوا كده فيا، صح؟ اكتر حاجه عانيت فيها عشان ابطل اعملها كانت الحكايه ديت. طبعا انا اتهمت بعد كده مرات كتير، انت سامح ساذج، انت نيتك كويسه، انت دايما الناس عندك كويسه. ده عيب ولا ميزه؟ ده عيب. عيب عند مين؟ مين مرتاح؟ انا. من مين؟ انا في الاخر باجي اقول لروحي بختار اصحابي. ليه اخترت دول مش الباقيين؟ انا حر. دول برتاح اكون احكي ليهم، دول بيرتاحوا ان هم يحكوا لي بس انا مش بحكي له. ليه انت مش بتحكي له؟ ليه انت مش مصاحبه؟ دي حريتي، مش محتاج اقول اصل ده فصله، اصله اصل ده، اصل ده، اصل ده، عشان اقول لروحي اذا ليه دول يبقوا صحابي. ليه احكم على الناس عشان اختار اصحابي؟ انا بختار اصحابي بحريتي الشخصيه، ان دول ان انا ارتحت اشارك نفسي. الباقيين انا ما ارتحتش وما بقولش لروحي ليه. عايز اقول حاجه، انت فهمت الفرق بين الاثنين؟ بس هو الموضوع مش مجرد بحر. انا بتبقى عندي اسس بختار على اساسها اصحابي، فانا بشوف انه شخصيته مثلا كذا 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 كذا، بيحب مثلا المزيكا وبيحب يتكلم في كذا وبيحب يتكلم في كذا، فعارفين نتواصل مع بعض. ده مش احكام. ايوه دي فيها دينونه. لا بس ممكن اقول انه مثلا واحد ما بيفهمش، غبي، ليه ما بعرفش اتعامل مع الاغبياء مثلا. دي واحد. ايوه. هل ده مبدا عام في الحياه اني انا اعمل اي كيو لكل الناس؟ اقول ده 120، ده 20، ده 30، ده 40، وبناء عليه انا باخد الرينج ما بين 90 الى 110. اقل من كده فهو غبي. ليه؟ ايه؟ ايوه
في حاجه اسمها ايه؟ اديله كده المايك. في حاجه اسمها ايه؟ تقييم. هي دي الدينونه. هي دي اللي بسميها. بيقول في حاجه اسمها تقييم. انت مش لجنه حضرتك بتختار ناس ياخدوا الوظيفه. انت مش لجنه عليا في الجيش عشان خاطر تشوف كشف الهيئه مين يبقى ظابط. من انت حتى تدين عبد غيرك؟ الحته دي في غايه الاهميه. احنا افترضنا ان من حقنا ان نقيم الاخرين لنختار اصدقائنا. لا، انا ممكن اختار اصدقائي بدون ان اقيم باقي القوم علانية وجمعاء. ليه؟ ليه؟ انا اخترت الاخت دي زوجة ليا، اصل باين كلهم وحشين. ليه؟ هيلين، رائعين، بس مش انسب حد ليا. انا مش بختار افضل امرأة في العالم تكون شريكة حياتي، انا بختار الشخص اللي يناسبني. مش بختار احسن واحدة، مش اخترت دي لان الباقيين وحشين، مش اخترت دي لانها احسن واحدة يبقى اذا الباقيين اقل. ده حكم صعب جدا. ده نابع من الايه؟ من التقييم. انا بندي للناس درجات. يقول لك ايه؟ يروح البنت يقول لها ايه؟ انت 9 على 10. ازاي خدتي الولد ده؟ الولد ده بالكتير 6. بتسمعها؟ يقول لك انت تتجوز احسن منه، انت تاخدي سيد سيده، ما يستهلكيش. كل احنا بنقيم طول الوقت. في حاجه اسمها تقييم، صح؟ هي دي الدينونه، هي دي القلع المسيح. لا تدينوا. احكي قصه فرقه معايا قوي اليومين دول، اثر فيا قوي. جات لي اخت عندنا في الكنيسه، سيده كده مؤمنه حلوه، وقالت لي صديقه ليا مسلمه مش مسيحيه، جات لها وقالت لها قريت العهد الجديد 5 مرات. ما نعرفش الاخت دي بقت مسيحيه ولا لا، هي اخت مسلمه صديقه ليا، قالت لا انا قريت العهد الجديد 5 مرات. قالت لها ممكن توديني كنيسه زي الكنيسه دي اللي موجوده في اعمال الرسل؟ انا عايز كنيسه زي ديت. قلت لها رحت الكنيسه الفلانيه لقيتها مش زيها، رحت الكنيسه دي لقيتها مش زيها، قلت لها رحت قصر الدباره لقيتها مش زيها، وانا موافق ان كنيستنا مش زي الكنيسه دي. قلت لها ممكن تاخديني كنيسه زي دي؟ احنا جوه كنيسة بنعاني من اللي انتوا بتقولوه، ان كلنا بنحكم على بعض، مش كده؟ ده غبي وده روش ودي مش روشة ودي دمها تقيل وده دم، صح كده؟ فكلنا حاسين ان بنحكم وبيحكم علينا، مش ان كلنا مقبولين وما فيش بينا قضاء بنحكم على حد، وكل واحد بيختار اصدقائه بمعرفته من غير ما يحكم على الباقيين انهم وحشين، من غير ما يحكم على الباقيين انهم اقل ذكاء. لا انا 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 بكلم، انا مش برد عليك، انا برد على الايه؟ على الفكره. فهمتوا بنتكلم عن ايه؟ احنا تعودنا نحكم كانه حق من حقوقنا الشرعيه. وانا ابتديت وقلت اكتر حاجه صارعت معاها في الست امور ديت كانت نمره 6، لاني تعودت عليها كحق شرعي بعمله عادي، كلنا بنعمله عادي. ما هو لا يعني انا اختار اصحابي ازاي؟ ما هو المعايير اللي عندي دي او الناس اللي انا بختارها دي بختار على اساس معايير معينه. كويس، اوكي. فانا اهو في ناس وقعوا جوه المعايير ديت. حكمت عليهم. لا انا ما حكمتش، انا مش حكمت. انت النهارده المعايير ديت ممكن يبقى في كم واحد يتوافق عليه المعايير ديت في الاصدقاء؟ 1000 2000. بتصدق كم واحد؟ 5. كويس، فمش لازم احكم على الباقيين كلهم اشطب ده كله. ايوه، بس ممكن حد يعني احكم عليه وما يطلعش مثلا زي ما انا عايز. احكم عليه انه ما ينفعش يبقى صديقي، مش احكم عليه. ده مش حكم، ده ما ينفعش صديقي اصله غبي. ما لازم الحاجات اللي هي تبقى لازم ليها اسباب. حبيبي تاني، اصله غبي مش من حقك. انت عملت له IQ؟ انت عملت تيست؟
انت قدرت ازاي ان ذكائك اكتر منه؟ بناء على ايه؟ كلمت معاه؟ ده اللي بيبين الذكاء؟ اينشتاين اتهم بانه متخلف، اينشتاين وهو طفل، وكان هيتاخد لمدرسه بتوع اللي هم المعوقين لانه ديسلكسيك. محدش حتى الان وصل في ذكائه. اللي قال اعتقد انه طلع صح، اللي قال اعتقد الحسابات اللي قال اعتقد انها تكون طلعت صح. محدش كسر وقف طفله قالوا ده غبي. ما اقولش ده غبي وده ذكي، بليز رايح روحك قول دول الناس اللي اعرف اصاحبهم، هصاحبهم الباقيين حلوين وما عنديش حاجه ضدهم غلط، بس مش مرتاح ان يكونوا اصحابي. بطل تحط عناوين، غبي، ذكي، دمه خفيف، دمه تقيل. ايه رايك تبطل تشيل التيكت دي من على الناس؟ يا ما ناس من بره قلنا ده دمه تقيل، لما قربنا منه لقيناه لذيذ جدا 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 جدا، بس هو خجول. فعمرك ما بتشوف دمه الخفيف غير لما تقرب منه. حطينا عليه عنوان دمه تقيل، مظبوط؟ فكل الناس اتعاملت عليه انه ايه؟ دمه تقيل. اصل انت بتقوله على الشخص جواك بتقوله بصوت عالي بعد كده، صح؟ صح؟ دي المصيبه. فلما قلتوش جواك مش هتعمل ايه؟ مش هتقوله براك. انتوا فهمتوا الفرق؟ تخيل ان عايشين في مجتمع كده، بنبطل نقيم بعض صبح ظهر ليل، لابسه حلو لابسه وحش، بتتمخطر مش بتتمخطر، مش بتتدلع، كفايه كفايه يا جدعان كفايه. كلنا هنستريح، عايزين كنيسه من النوع ده، عايزين كنيسه من النوع ده هتغير العالم. نطبق المبادئ دي، نطبقها هيبقى مجتمع تاني خالص. وده مش هيمنع ان كل واحد عنده اصحاب، وهيبقى عندك زوجه واحده عشان كل البنات التانيين وحشين. لا ما يناسبكش، ما يناسبكش، بس بس ما يناسبوني، بس بس مش لانها وحشه. فاهمني بقول ايه؟ لما ابتديت افكر اني ارتبط في حياتي، فالناس جت تقول لي البنت دي هايله، دي احسن واحده موجوده، فلازم تاخد البنت دي. البنت دي كويسه جدا 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 جدا، ما فيهاش عيب، بس ما تناسبنيش. فبقول روحي ما تناسبنيش، مش لان فيها عيب، مش اصلها مش عارف ايه، ليه بطلع العيب، بقول لروحي ما تناسب، مش دي الشخص المناسب ليا كشريك حياتي. انا بدور على الشخص المناسب، مش بقول مشطوب عليها وبالاحمر وبالبنفسجي وقول مش عارف ايه، واصلع بنت ايه، ليه ليه يا ابني ليه؟ فهمتوا المبدا اللي بتكلم عنه؟ فاهمين المبدا اللي بتكلم عنه؟ مريح جدا. مشكلته الوحيده ما تعودناش عليه خالص. ايه؟ ما نعرفوش اصلا. زي ما هي بتقول اللي بنسمعه ده، في حاجة ناس حضراتكم أول مرة تسمعه، مع إنه موجود في الموعظة على الجبل، موعظة العرش، دستور العهد الجديد، صح؟ وده اللي بنقول تعرفون الحق والحق يحرركم. لا لا مش هن... ده لو رجعنا هنا هنقعد عندكم للصبح، لا هنمشي كده ونرجع، هنلف كده ونيجي تاني، هنلف. انا مش عارف، انا احساس اكتر منه سؤال ومش عارف اصيغه ازاي في صوره سؤال. هرجع للاحتمالات الخطيه تجاه الله. قلنا ان الاعتماد على المال كاله، ان انا بعيش له او ان انا بعتمد عليه، صح؟ ما بتكلمش على المال، انا بتكلم مثلا ساعة ما الواحد يجي يدبر امور حياته بيعتمد على عقله. أيوة. وعلى تفكيره، صح. وساعة يجي يقول بسلم الإرادة والمشيئة لربنا، لكن العقل بيقعد يفكر طب انا لازم اقعد، انا لازم انا احسبها ولازم اعملها، ولاقي عقلي بياخد وقت كبير، فمش عارف الشد ده. الشد ده
هل اقول انا دي مش حياه التسليم ومش حياه اللي مطلوبه مني؟ فهل التسليم اني اوقف عقلي خالص؟ مش ولو شغلته ازاي اعمل يبقى ده مش تسليم صح او ازاي اعمل الكومبرومايزنج؟ هاي جميل جدا. لو في 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 في, في مشروع اقتصادي مثلا هتخش فيه بتعمل حاجه اسمها فيزابيليتي ستادي مش كده، اللي هي دراسه جدوى، وبتجيب خبير يعمل دراسه الجدوى ديت عشان ينصحك تعمل المشروع ده ولا مش كده، صح كده؟ فحتى في استخدام العقل بتجيب الخبير اللي يقول لك، صح؟ طيب في حياتي الروحيه نفس الفكره مع ربنا، ربنا هو الخبير ولا لا؟ عايزني اشغل عقلي؟ اه، بس لما اشغل عقلي عايزني اقعد مع مين اتكلم وافكر؟ اقعد مع مين؟ مع الخبير. ففي امور الماليه هقعد مع الخبير المالي ربنا، في امور العاطفيه هقعد مع الخبير العاطفي عشان اختار شريك حياتي. فربنا عايز افكر، بس عايز افكر ايه؟ معاه. واقعد اقول له ممكن تفهمني عايزني اعمل ايه؟ ممكن تفهمني عايزني احسبها ازاي؟ ممكن تفهمني عايزني اعمل ايه واعملها ازاي؟ فربنا عايز اشغل عقلي، بس عايز اشغل عقلي معاه، مش يقول له قول لي اعمل ايه، مش هفكر، يا هفكر واوصل وبعدين اقول له انا قررت بارك اللي انا هعمله. ليه؟ دي شركه، شركه معناه احنا الاثنين مع بعض. ففي اختيار شريك الحياه ربنا عايزني افكر معاه، في شغلي ربنا عايزني افكر معاه، ويبقى هو البيج بوس، هو الرئيس، هو الخبير، هو الخبير. فهمتوني؟ ده التوازن، اني انا معتمد عليه بس بشغل اللي عندي. ربنا اداني فكر فبشغل اللي عندي معاه، اداني فلوس بشغل الفلوس دي ليه، اداني مواهب بشغلها ليه ومعاه. فطول الوقت احنا شركاء، بس هو الشريك الايه؟ الكبير اللي فاهم. تمام يا فندم، لانه صح اللي بيقوله، ولانه مقنع، قول انه مصلحتي، قول انه خير الناس اللي حوالي. ما تفكرش لوحدك وما توقفش تفكيرك، فكر معاه. فكرة اني بفكر، اوكي، لما بتيجي موضوع مش عارف اخد القرار، يعني زي ما انا عملت الدراسة مثلا، لا، الفكرة في مسألة قرار، امشي بقى هنا او هنا، كويس، هي ديت اللي ببقى لازم اروح له، لازم اروح. هو وعد ارشدك الطريق الذي تسلكه، انصحك عيني. كنت ما اتفضلي، هي معاكي المايك، يا رب تسيبيه بعد شويه. سيبه. طيب بص حضرتك، يعني عندي مش سؤالين، هما اتنين تفسير، بس اللي قلته ده دلوقتي حاسه ان انا دماغي اتاخدت في حته، والدوره الدمويه عماله بتخبط، والصراعات صراعات عجيبه قوي. عايزه اعمل كل اللي انت بتقوله ده، ازاي اعيشه؟ الحلقه جايه. شكرا. حضرتك قلت لي ايه؟ انه كل حاجز بيني وبين الناس بيعمل حاجز بيني وبين الله. صح. اوكي، موافقه؟ بس شوية كمل. مسألك موافقة مبدئيا يعني، ولا ده كمان لسه تابع لل يعني خاضع للحوار؟ لا مش موافقة. اوكي، ايوه كده اتخانقوا. اتفضلي. الجزء الثاني حضرتك قلت ايه في الآية؟ مش انت اللي قلت الانجيل بيقول كده، انه بحاول اصالح، ما نفعش، اخد معايا ناس ما نفعش، كنيسة ما نفعش، اجعله زي العشر وال... اوكي، فانا اعتبرت ان الناس اللي انا مش عارفة اتعامل معاها بحبها، غفرة وسامحة وبحب، بس ده الوثني والعشر. بس اللي هو يعني معلش من بعيد، من بعيد، خليك بعيد في مكانك واحنا كده كويسين. ايه بقى ده؟ مش حاجز، مش حاجز. يعني ليه يكون عندي كالوثني او العشر؟ ايه هو الوثني والعشر؟ اللي هو احبه اعدائكم، مش كده؟ عدوي يعني عايز يقتلني، كويس، فبيقول حب عدوك اللي عايز يقتلك. حبه يعني ايه بقى هنا؟ حبه يعني روح بقى وصاحبه وقعد معاه عشان يموتك؟ لا، فحبه معناه احبوا اعدائكم، يعني باركوا لعينيكم
احسنوا الى مبغضيكم، صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم. فالشخص اللي مش نافع نبقى فيه علاقه لانه هو في عداوه مباشره معايا، انا متصالح هو مش متصالح، بعمل ثلاث حاجات. باباركه يعني بتمنى له الخير، بحسن اليه يعني ببعت له الخير، بصلي عشانه. ثلاث حاجات دول دايما من على مسافه، صح؟ فبحتفظ بمسافه لان لما بقرب بيعمل ايه؟ بيضرب. فانا بعمل ايه؟ الحكمه خلتني ارجع لورا، انا قربت عشان اتصالح، رفض، خدت معايا اتنين رفض، خدت الكنيسه رفض، فرجعت قلت ده بالنسبه لي يبقى ايه؟ وثني وعشار، احبه بس مش نافع يبقى في علاقه، احبه بس اعمل ايه؟ الثلاث حاجات دول. اتمنى له الخير. ايه؟ ما عملش كل ده بس بتمنى له الخير وبحبه وغفره يعني وكله. يعني ما اتمناش؟ لا ما عملتش الثلاثه دول؟ لو الشخص ده مفروض يبقى عندي علاقه معاه، لازم اعمل الثلاثه دول. الشخص ده ابويا، الشخص ده اخويا، الشخص ده قريبي، الشخص ده لازم يبقى عندي علاقه معاه، لازم اعمل الثلاثه دول. لكن الشخص ده مش لازم يبقى عندي علاقه معاه وواضح انه شراني، مش محتاج اعمل الثلاثه دول. عشان كده اذا اخطا اليك اخوك اعمل الثلاثه دول، اذا اخطا اليك عدوك ما تعملش الثلاثه دول. طب معنى الكيمياء ايوه اللي بيني وبين كل حد دي دي ايه؟ موضه؟ دي صداقه، دي صداقه. الشخص ده الكيمياء بتاعتنا مش بتخلينا ننفع نبقى اصدقاء، ده مش معناه ان هو وحش، ده الكيمياء مش جايبه. طيب التفسير الثاني، عايز حضرتك تصحح لي بس الجمله دي، كنت بسمعها كتير جدا. في موضوع انه لو انا ماسكه على حد خطيه، لو انا مش غفره حد اذاني ومش غفراه، فكنت بسمع دايما اقول يتقال ايه؟ انه انا مش هسامحه. احسن احسن فيه ان انا مش هسامحه عشان مش هخليه الخطيه دي تفكه. ده اخر جمله ايه؟ تعمل ايه؟ تفكه. تفكه؟ انا رابطه بالخطيه دي. فاحسن ان انا مش هغفر له. احسن. احسن لمين؟ يعني اكني انتقام يعني. فالجمله دي كنت بسمعها كتير. يعني انا بسامحه لان ده انا رابطه كده، فانا لو سامحته بفكه، فانا رابطه كانتقام ليه، صح كده؟ مظبوط. طيب هو الكتاب بيقول لنا انتقموا اصلا؟ ده بيقول لا تنتقموا لأنفسكم، ده امر مش كده؟ فاظن ما عنديش حاجه اسمها كده. طيب انا ما سامحتوش يفضل هو مربوط بالغلطه دي حتى لو هو طلب الغفران من ربنا وطلب الغفران مني وانا ما سامحتوش؟ لا، ده ربنا يغفر له وانا اللي ابقى مربوط مش هو. وده اللي ابتدينا بيه. اذا انا رحت لواحد وطلبت منه يسامحني وما سامحنيش، ربنا يسامحني؟ ده هو المشكله عنده هو مش عندي انا. انا عارف ان عندنا اسئله كتير قوي، الموضوع ده مليان اسئله واحنا عايزين نغطي الاسئله دي، احنا خدنا حلقه كامله اسئله، ما خدناش حاجه، كله اسئله ويستاهل. لكن اسمحوا لي ان الحلقه اللي جايه واحنا بنتكلم عن ازاي نقدر ناخد بقيه الاسئله، ويمكن ازاي هترد على كتير من اسئله حضراتكم. عزيزي المشاهد، اشكرك عشان متابعتك لينا هذه الحلقه في مدرسه المسيح. وتعرفون الحق والحق يحرركم. يمكن لاول مره تسمع الكلام دوت، بس ده موجود، ده حق الانجيل، ده روعه ما علمنا المسيح اياه. الى ان نلتقي، الرب معك. مدرسة المسيح. في نهايه حلقتنا عزيزي المشاهد، عايز اشجعك انك تروح للويب سايت بتاع هذا البرنامج schoolofchrist.tv، هتجد كل الحلقات موجودة، وكل حلقة هتلاقيها بكل الصور المختلفة، تقدر تتفرج عليها ستريمينج، تقدر تلاقيها وورد، تقدر تلاقيها كشيت عشان تحله وتبعته لينا مرة تانية، تقدر تلاقيها PDF، تقدر تلاقيها PowerPoint، أو تقدر تحملها لنفسك على أساس أنها تكون MP3 عشان تقدر تسمعها، أو تكون للآيبود بتاعك، أو تكون للآيفون بتاعك، أو تكون كمان ويندو ميديا بلاير. والسي دي هات، الدي في دي هات هاي كواليتي، موجودة في جميع المكاتب المسيحية من الآن، فصاعدا تقدر تحصل عليها وتقدر كمان تديها هدايا لأصدقائك. إلى أن نلتقي، ربنا